ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا في فقراتنا مساء الخير يا كويت، ومعنا في على الهواء مباشره في سوق شرق الخطاطه ومصممه الجرافيك المميزه الاستاذه فاطمه سعد العنزي، وحوار حول اهميه الخط العربي وجماله وواصلته وتقنياته من خلال تواجدها معنا. مساء الخير استاذه فاطمه. مساء النور حياك الله. صراحه ما شاء الله احنا نتكلم عن الخط وجماله، حسيت ان انا حابه الناس يسمعون الحوار اللي دار بيننا، ونقول من اول وجديد جمال الخط العربي يعني لا يتجزا، والكثير من الناس حاولت تتعلمه حتى يكون يعني مستمر، والناس حابه ان هي تتعلم شيء مميز من خلاله. لما نقول استاذه فاطمه العنزي مصممه جرافيك وايضا خطاطه، شلون كانت البدايه؟ بدايتي مع الخط ولا مع التصميم؟ اللي تحبين تبدين فيه. ممتاز. بالنسبه للخط العربي انا منه انا صغير يعني حبي للخط العربي كان كبير، يعني جميل. كنت بيني وبين نفسي اقعد اخط، حلو، ابطل النت اشوف لوحات اقلدها. البدايه يعني مثل ما نقول اصليه زين، لما الوالده شافت ان انا مهتمه بالخط ووايد احبها وتشوفني اكتب بيني وبين نفسي، يعني قالت لي يعني دش شيء بمجال الخط بشكل رسمي. دخلت بمركز الفنون الاسلاميه. جميل. بالمسجد الكبير. درست، بلشت بسنه 2013. كانت بدايتي عند الاستاذ جاسر شمري، ولا زلت مستمره معه. جميل. طبعا الخط والتصميم اثنينهم فن جميل. اثنينهم فن جميل ويحتاج ذوق وحس جميل. لان مو اي احد يقدر يعني يتعلم. يحتاج صبر، يحتاج متابره، يحتاج تمرين. اذا تركتي الخط فتره والتمرين عنه راح يسوء خطك. جميل. حلو. لما نتكلم عن مشاركتك الحاليه في معرض صله وبر الوالدين، هذا يعني الجمال في اختيار المعرض والجمال ايضا في المشاركه بتصميم وفي نفس الوقت بالخط، شنو كانت مشاركتك؟ أنا بما أن أدرس عند أستاذ جاسر بالمركز الإسلامي خاصة، يعني تمت دعوة بعض التلاميذ اللي لهم اهتمام بالمشاركة، فالحمد لله يعني اشتغلت على لوحتي وقدمتها المشاركة بالمعرض. طبعا معرض صلة مشارك فيه تقريبا حوالي 56 خطاط. ما شاء الله. من الكويت ولا من خارجها؟ لا، من الكويت ومن خارج الكويت. جميل. الاغلب من خارج الكويت. حلو. فهذا يعني شيء جميل ان احنا نحتوي خطاطين من دول برا الكويت. اي نعم. جميل. كم يوم راح يكون اقامه المعرض، وشنو الفعاليات اللي راح تدور خلال هذه الفتره؟ احنا تمنينا نعلن قبل اليوم، لان باكر اليوم الاخير للمعرض للاسف. احنا ما لحقنا نعيش لليوم. هو بلش يوم الخميس يوم 16، وباكر راح يكون اخر يوم. طبعا المعرض فيه ورش لاكثر من خطاط. حلو. وفي ورش فنيه متنوعه. جميل. مثلا ورشه فن الابرو اللي هو الرسم على الماء. حلو. الاستاذ حمود الجفران. ورش لاكثر من خطاط يستعرضون فيها فن الخط العربي. حلو. طيب كم يوم راح يكون الفعاليات اللي هبلت من الخميس الى اللي هو باكر؟ كم خطاط كويتي شارك، وشنو حسيت الفرق بين الخطاطين في الكويت وخارج الكويت؟ الخطاطين اكثر الخطاطين اللي شاركوا بالورش خطاطين كويتيين من الكويت. حلو. ما شاء الله، يعني انا افتخر فيهم ان يعني الكويت طلعت شباب متميز جدا. جميل. عبد العزيز العوضي، عبد الله الشيزاوي، وغيرهم من الخطاطين يعني. ما شاء الله. اي حلو. يعني الحين الناس تقول ايش اخباري، منو يكتب بالخط العربي او يكتب حتى بايدينا؟ نستخدم هواتفنا النقاله، ونستخدم اللابتوب في بعث الايميلات او حتى رسائلنا الخاصه او حتى كتابه البحوث، خاصه ان نشوف الحين حتى طلبه الثانويه العامه والجامعه ما يستخدمون ايدينهم في الخط. صحيح. الخط العربي برايك ما زالت الناس يعني رغبانه فيه، حابه ان تتعلمه، في اقبال عليه؟ هو مهما تعمقنا بالتكنولوجيا راح يظل الخط العربي له روحه وفنه الخاص، يعني ما راح تلاقين الجمال بخط الكمبيوتر. بالفعل. ما راح تلاقينه، يعني اللي يبي السرعه وما يبي احد
يستانس على شغله راح يكتب كمبيوتر يعني على طول. الخط العربي يعني من ظهور العرب يعني كان وجود الخط العربي بمصاحفهم بمراسلاتهم صحيح، حتى بكتابتهم على المباني في العمارة في كل شيء كان الخط العربي هو الأساس يعني. جميل. لما نتكلم أيضا أستاذة فاطمة عن قلت لي مشاركتك سواء كان بالكويت، هل شاركتي في معارض خارج الكويت؟ لا للأسف لحد الحين ما للآن مشاركاتي كلها داخل الكويت سواء بالورش أو بالمعارض في داخل، وإن شاء الله نطمح للعالمية. أكيد إن شاء الله. بالعكس يعني شيء جميل إن احنا نفخر بأصولنا العربية وبخطوطنا العربية متعددة وجميلة وكتبت على الكثير من المباني العالمية خاصة. أنا عندي إضافة بس إن الحين حتى الأجانب في يعني صناعة الهوية للشركات يستخدمون الحروف العربية، يعني خلينا نلاحظ أن أجانب يستخدمون حروف عربية صحيح. من كثر ما هو جميل، خط جميل وحاسة أنها تحفة لكن ما يعرفون يقرونها لكن فيها جمال بالفعل. فيها فخامة. طيب قلتي أن أنا مصممة جرافيك والتصميم شيء والخط العربي شيء آخر، شلون حاولت تمزجين بينهم وشلون يعني يات الرابط يعني يرابط بينهم حتى تصنعين تحفة فنية؟ ممكن فعلا التصميم شيء والخط شيء ثاني لأن التصميم شيء تكنولوجي بحت بالفعل، إلا إذا كانت بعض سكتشات بالقلم والورقة، أما الخط العربي بالحبر والورق صحيح فقط يعني. الجمع ما بينهم كان من عن طريق صناعة اللوجو أو الشعار. شلون إن إحنا نصنع الشعار بحروف عربية جميل. أو بطابع عربي جميل. حلو. خلال الفترة اللي هي أكيد عندك مشاركات ثانية وعندك خطط مستقبلية في مجال الخط والجرافيك، كلميني عنها. أنا يعني راح أكمل بإذن الله بالخط، وأخذ إجازات في خط الثلث والخطوط الثانية بإذن الله على يد أستاذي جاسر الشمري، وهالشيء راح يمكنني إن أنا أنتقل إلى العالم مثل ما يقولون. جميل. وأطمح أن أنا بإذن الله أخذ من أيدي الخطاطين التركي اللي هم عندهم أصل الخط العربي، فبإذن الله هذا هدفي بالخط. بإذن الله. كلمة أخيرة أستاذة فاطمة سعد العنزي حابة تقولينها للي يحب الخط ويتعلمه واللي يحب يجرب هذه التجربة اللي جربتيها. الخط العربي ما يخوف أكيد. ما يخوف وشيء وايد جميل، فأي أحد عنده رغبة حتى لو بسيطة ينميها. جميل. ودورات الخط والدروس متواجدة عندنا في الكويت بكثرة. حلو. المسجد الكبير ما يقصرون، خاصة المركز الفنون الإسلامية داخل المسجد الكبير ما يقصرون فيها، فأتمنى يتم الاتجاه يعني إلى الفنون العربية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا على هذه الدعوة الجميلة اللي دعيت فيها الشباب والبنات اللي حابين يتعلمون على فن الخط، وما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا في باقي فقراتنا مساء الخير الكويت بعد هذا الفاصل.